أيضا يسأل تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الآية. هذه الآية في سورة النور التي ذكر الله جل وعلا فيها الآداب الشرعية لصيانة البيوت وصيانة حرمات المسلمين وسد الطرق المفضية إلى الوقوع في المحظور الشرعي، ومن ذلك أنه أوجب الاستئذان على أهل البيوت قبل الدخول عليهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، أي لن تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم ذكر أيضا استئذان الخدم، خدم الإنسان الذين يكونون عنده من مماليكه وأولاده الصغار، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فأوجب الاستئذان على المماليك وعلى الصغار في حالات ثلاث: حالات يكون المرء خاليا مع أهله، ويخشى أن يكون على حالة لا يجوز النظر إليه فيها مع أهله، في ثلاث فترات: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يعني بذلك ملك اليمين من العزيز، الذين لم يبلغوا الحلم يعني الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف ثلاث مرات، ثم بينهن سبحانه بقوله من بعد صلاة الفجر، هذه واحدة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت القيلولة، من بعد صلاة العشاء يعني العشاء الآخرة يعني هذا وقت النوم، فهذه الحالات يجب الاستئذان على الإنسان مع أهله حتى ولو من الأطفال أو من ملك اليمين. ثلاث عورات: إنكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، فالذين في البيوت من الخدم والأطفال لا حرج عليهم في غير هذه الأحوال الثلاث من الدخول في الغرف وفي البيوت ما عدا هذه الحالات الثلاث. جزاكم الله خيرا. في الصادق قد تتغير أحوال الناس فتصبح أوقات راحتهم تخالف ما هو موجود في الآية، هل ينتقد الحكم أيضا؟ لا ينتقد الحكم بحسب أحوال الناس، المهم أن السر في هذه الأوقات نعم هو أن الإنسان يكون مع أهله خاليا، ربما يكون على حالة لا يجوز النظر إليه فيها، فإذا انتقل من هذه الفترة إلى فترة أخرى ينتقد الحكم، لأن الحكم تدور مع علته وجودا وعدما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.